تختتم اليوم فعاليات معرض أهلا مدارس، والذي بلغت نسب التخفيضات فيه وصلت إلى 70%، وتنوعت المعروضات ما بين مستلزمات المدارس وأيضا الأدوات المكتبية والملابس والأغذية وأجهزة الحاسب الآلي. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، ضعينا في الصورة لمجريات ما سار عليه معرض أهل المدارس، خصوصا في اليوم الأخير من اختتام فعالياته. نعم، تحياتي لك هبة ولمشاهدينا الكرام. كما ذكرت، نتواجد بقاعة جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، نتابع فعاليات اليوم الأخير من معرض أهل المدارس، والذي بدأ وفتحت أبوابه أمام الجمهور منذ يوم 16 من سبتمبر الماضي بعد افتتاح دولة رئيس الوزراء ورعايته لهذا المعرض. هذا المعرض هو منظم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة وأيضا وزارة التجارة والصناعة. لو تحدثنا ببعض المعلومات وبعض المشاهدات من خلال تواجدنا داخل أيام هذا المعرض، فالهدف من المعرض هو توفير الاحتياجات المدرسية والمستلزمات والأدوات المكتبية، الملابس والزي المدرسي والملابس القطنية، الأحذية والشنط وغيرها من المنتجات التي يحتاجها وتحتاجها الأسرة المصرية والطلاب مع دخول العام الدراسي الجديد. التخفيضات على هذه المنتجات تبدأ من 30% وبعض المنتجات تصل إلى 50 و70% من خلال 210 عارض يتواجدون على مساحة 3000 متر مربع. أتيحت لهم فرصة المشاركة لإحداث حالة من الرواج التجارية، هذا بالنسبة للعارضين. أما بالنسبة للجمهور فحالة من الرضا ويعني السعادة من إقامة هذا المعرض وأيضا سلسلة المعارض المتواجدة على مستوى الجمهورية والتي تحرص الدولة على إقامتها لتوفير الاحتياجات للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. لو تحدثنا أيضا عن هذا المعرض تحديدا، فتم مده من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين. هذا القرار الذي يعني أحدث حالة من الرواج الإضافي، يعني كان من المفترض أن ينتهي هذا المعرض نهاية سبتمبر الماضي ولكن تم مده حتى هذا اليوم. الفرصة الأخيرة أمام المواطنين في هذه الساعات وحتى 22:00 مساء لاقتناء الاحتياجات المدرسية، وهذه هي الفرصة الأخيرة نظرا لختام فعالياته في تمام 22:00 من هذا اليوم. الكلمة تعود إليك هبة مرة أخرى. أشكرك سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري، متابعة لفعاليات معرض أهل المدارس.